260 شابا وشابة من 23 بلدا قدموا إلى مدينة تطوان من أجل المشاركة في فعاليات الجامعة الصيفية، رغبة منهم في تعميق علاقتهم بوطنهم الأم، مرورا من باب السعيد التاريخي إلى دار بن عبود التي تحكي عن تاريخ المقاومة المغربية، ووصولا إلى شارع محمد الخامس. تمكن هؤلاء الشباب من التعرف بشكل أدق على تاريخ مدينة تطوان وهندستها المعمارية العريقة. أهم حاجة أننا تعرفنا على الوطن ديالنا، وتلاقينا بالوزير ديالنا ديال لزافير إترونجي، وكانت واحد اللقاء جد جد مهم واللي تعلمنا فيه بزاف الحوايج. شاركت في الجامعة الصيفية حيت بغيت نتعرف على الثقافة المغربية اللي احنا في الإيطالي عارفينها مي قليل. جينا تعرفنا على تطوان اللي هي مدينة جميلة فريمون زوينة بزاف. جينا لسبب الثقافة، نتعرفوا على المغرب مع الأصدقاء، علاقات جيدة وعجبتنا بزاف. وللحفاظ على الهوية الوطنية للأجيال الصاعدة من أبناء المهجر، برنامج الجامعة الصيفية يتيح للشباب المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية تعميق معرفتهم بالأبعاد التاريخية والحضارية التي يتميز بها المغرب عن طريق عدد من الندوات. ندوات تتناول أيضا مواضيع تهم الاقتصاد المغربي والموروث الثقافي للمملكة. شبابنا وشاباتنا من كيجيو أولا عندهم ارتباط قوي بالوطن الأم، ثانيا كيجيبوا معهم الثقافة ديال بلد الإقامة، وثالثا كيكون تفاعل ما بيناتهم مادام كينتميوا بحال هذه السنة ل 23 بلد الاستقبال. هو برنامج حافل، هو برنامج اللي ما كنحاولوا ان امكن اننا نلبيو الرغبات ديال هذا الشباب المشارك عبر مجموعه من الندوات اللي كتهم كل ما هو تاريخي، كل ما هو التحولات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كيعرفها المغرب، كذلك اللقاءات مع مجموعه من الفعاليات الجمعويه والنسويه. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج ثقافي متنوع يشمل زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية والأقطاب الاقتصادية للمملكة، فضلا عن ندوات يتداخل فيها السياسي مع الاقتصادي والاجتماعي بهدف تعزيز الهوية الوطنية للمستفيدين.